وتذكرون حادثة الحكم بن العاص لما كان يسخر من النبي صلى الله عليه وآله ويمشي وراه ويسخر منه، التفت إليه قال كن هكذا يا حكم، وبقى الحكم على نفس المشي العوجة، وطرد النبي إلى الطائف وسموه طريد النبي ولعن مروان وهو في صلبه. بس بعدين التشابك المعقد والانحراف الخطير اللي حصل بالأمة تحول طريد النبي نديم للخلافة ونديم النبي اللي هو أبو ذر الغفاري طريد للخلافة. شلون يعني اختلافات تستغرب منها. المهم فالنبي كان يرى من الخلف كما نرى من الأمام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا على المنبر يقوموا له يطلبون منه مطر، يا أجدبت الأرض، جف الضرع ومات الزرع، يرفع يديه إلى السماء، ما أن يرد يديه إلى نحره إلا والسماء تهطل كأفواه القرم. يعني كان النبي صلى الله عليه وآله حتى يوم من الأيام لما طلع بالهجرة الشريفة يقولون المؤرخين نادى المنادي بأزقة مكة، من ظفر بمحمد له 200 من الإبل. يتحرض مغري 200 ناقة، يعني عد واحد فقير فد نقلة نوعية بحياته. هذا سراقة ابن مالك يقول أنا قاعد في ديوان قومي وسمعت هذا النداء له 200 من الإبل. لك شنو سا محمد هسه كمشة بالصحراء رجع حصل 200 وعندي فرس تسابق الريح اسمها العود. يقول اطلقت لفرس العنان بعد ان ثبتت عليهم ان اذا جبت محمد فعلا تعطوني 200 من الابل. يقول اشرفت عليه وهو في الصحراء، ما وصلت يمه قريب ان اعلوه بسيفي واذا بفرسي اركست الى القوائم بالرمل. انا بعد شعرت ان المساله مو خاليه، مو هذا شو اللي بطلابه، شو خل ارجع. فظهرت فرسي، من ظهرت عاودني الحنين الى الطمع. نفس أمارة يقول اطلقت لفرس العنان اركست الى القوائم، 3 مرات تصير. بعدين عرفت ان المسألة لا مو صدفة اصلا، لا وراها شيء. فصحت اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. من ناديت وراء التفت الي رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة، ماكو روح انتقامية. لو أنا وطالع وراي والشكل ووليته شوف شلون شو نسوي بي. احنا هسه الليلة ليلة القدر يرجى بها الاستجابة حتى للأجنة في بطون أمهاتهم، وأكو بعضنا حاقد على بعض يتمنى يريد يدعي عليه يريد ينتقم منه يريد، ماكو نفوس طيبة. الليلة المفروض تتآلف النفوس كلها الطيب. ليش؟ لأن أعمالنا تعرض على الإمام المعصوم، والمفروض أن تعرض الصور نقية، صور حلوة ما بها حقد ما بها حسد ما بها عجب ما بها رياء ما بها كبرياء. مو وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. من ذول المؤمنين؟ أنا وأنت الإمام المعصوم تعرض الليلة كلها، ولذلك ستخاف تستغرب. يعني من هذا الموضوع كن خلينا ثبت هذه ليلة القدر. هسه ما جاي أقول أنا هذه ليلة القدر هي هاي اللي إحنا نعيشها، لكن يحتمل أن تكون هكذا. ليلة القدر تكتب بها الآجال، نسأل الله أن يمد بعماركم ونسأل الله أن يعيدها عليكم لا فاقدين ولا مفقودين، ويحميكم أولادكم والسامعين وجميع أمة محمد أن يدفع البلاء عنهم ويعيد عليهم المناسبة. هذه انت من تشوف هذه الليلة تكتب بها الأقدار، تكتب بها الأرزاق، يكتب بها وفد الحاج، يعني كل التغييرات السنوية اللي ستطرأ على الأمة من خير وشر. الليلة شو يصير؟ الليلة يثبت عن طريق من؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة، علي من تتنزل الملائكة؟ مو ملائكة تنزل الليلة تسجل ثبت، علي من تمر؟ سخل ألفت نظرك شيء، قوم لوط مو مدائن 7 يقولون عنها، عندهم نبي، نبيهم لوط، ولوط من المرسلين ونبي مثبت في ديوان الأنبياء، مو هالشكل ولا
وبلغ رسالته، وبعد ما وصل الى طريق مسدود حول دعاء الى الله ونزل عليهم العذاب. من نزل العذاب ابالك الملائكة من نزلوا ادمن نزلوا اول يوم يمن يملوط؟ لا، اكو قائد رباني هو اللي يقود الارض ذاك اليوم الى القيادة العليا بامور الدين والدنيا، وهو ابراهيم سلام الله عليه. وين راحت الملائكة؟ راحوا لابراهيم. ما يصير تغيير بالارض الا من نط ابراهيم خبر، لان مدير عام وزير من تدخل الوزارة الان، مو تطي الوزارة الوزير خبر تقول له راح نسوي بوزارتك هذا التغيير. نزلت الملائكة على من؟ على ابراهيم، وقعدوا وجاء بعجل حنيذ وبشروا باسحاق. فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى واستقار يجادلنا في قوم لوط. شنو يجادلنا؟ رحموهم طهم فرصة قالوا لا ما يصير، هذا قرار صدر نزل. لكن عليه من مروا؟ فالليلة الملائكة أي تغيير بالأرض من خير وشر وين تمر؟ تمر بإمامكم صلوات الله وسلامه عليه، تعرض عليه أعمال الأمة برمتها، أعمال الإنسانية وما يراد بها من خير أو شر. ولذلك يستحب في هذه الليلة الإكثار من دعاء الفرج، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. كل ما بيك عندك من قدرة الليلة ويصير عندك فراغ حتى وترايح وتتمشى، تريد تتوضى، تريد تاكل، قاعد تشرب شاي، الليلة الليلة لا تنسى الدعاء للإمام. ليش؟ ليش؟ أنا متأكد أن الإمام علاقته ويا الله قوية، والعلاقة ويا الله مفتوحة، مو محتاجني مو، لكن أنا محتاجة، صحيح ولا؟ أنا اللي محتاجة، وإلا أنا مطمئن تماما. الإمام الآن لو يسند ظهره إلى الكعبة هسه الليلة ويقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، الله ينجز له ويعجل له ويستجاب الدعوة، لكن ويعرف المصلحة. لكن أنا محتاجة من تعرض الأعمال وبيها دعاء النداعي له، هو تربية القرآن، وإذا حييتم بتحية مو فحيوا بأحسن منها أو ردوها. جد الحسين سلام الله عليه، أرد أشوقك بشيء، جد الحسين سلام الله عليه استقبلت جارية بيدها باقة ورد، جارية مملوكة بيدها باقة ورد قدمت لي إياه، قالها أنت حرة لوجه الله. عندهم كرم وعندهم مروءة مو طبيعية، لا عندي ولا عندك ولا يخطر على بال بشر. أعطينا العلم والحلم والفصاحة والسماحة، السماحة طيبة بين النفوس بلا حدود. قالوا ليش دعوة؟ باقة ورد تقولها أنت حرة لوجه الله، توديها لسوق الرقيق تبيعها بمبلغ اليوم. قالهم القرآن يقول وإذا حييتم بتحية، سلمت علي يا باي باقة الورد تحية، فردوها حيوا بأحسن منها، ماكو أحسن من حريتها. إذا دول اللي يشيلون هالقد مروة وتبلغهم الملائكة أنه فلان دعا لك يا سيدي بتعجيل الفرج، يدعي لك لو ما يدعي لك؟ مو؟ إذا أنا محتاجة، فعد ما أدعو له أكيد راح يرد لي الجميل، أو رد الجميل يا بخت اليوم محظوظ اللي يحصل على فرد التفاتة من الإمام، أو نظرة من الإمام، أو دعوة من الإمام. نسأل الله أن يعجل فرجه، نسأل الله أن يثبتنا على إمامته، أن يوفقنا لرؤيته. فالشاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت لك كان التفت لهذا، قال له رحمة، قال له سراقة، أنا أدري اللي طلعك الجوع مو ولا ليش طالع، سمعت بيها 200 من الإبل طلعت، ما رأيك بأن أعوضك بحيث أسورك بسواري كسرى؟ سأرجوك إذا تتأمل، واحد الآن أنا قاعدين هنا بالفاو، وواحد يقعد قبالك يقول لك راح ألبسك الساعة مال فلان من عظماء الدنيا، أفرض مريد نذكر أسماء أكثر العظماء توافي يعني من مو فلان من الناس، فد رئيس دولة كبرى، راح ألبسك الساعة الخاتم مالته، تقتنع بالكلام؟ كسرى كان ملك الأكاسرة، ملك الفرس، النبي فقير محتاج، طلعت قريش صارت من مكة
طالع يمشي حافي ويقول لي اسوي ركبي سواري كسرى، شنو عد مناسبة؟ شلون يصير هذه؟ بس يقول سراقة انا اقتنعت به، لانه بعد انا فهمت انه نبي، قلت له اريد فرد دليل شيء، يقول اعطاني حجة ودليل والشاهد مع الدليل الذي كان يدله على الطريق. تدري مرت ايام والنبي صلى الله عليه وآله التحق الى الرفيق الاعلى، اجت حكومة ابي بكر، بعد ابو بكر حكم عمر، بايام عمر فتحت بلاد فارس، جابوا الغنائم صبوها وين؟ قدام عمر ابن الخطاب بالمدينة. لذلك اكو هنا يقول التفت لغنائم كسرى، شاف غنائم البلاط الكسروي، يعني غنائم ما لا عين رأت ولا اذن سمعت، وبالجزيرة والناس فقرة. يقول نظر اليه احدهم الى الغنائم، قال ان الامة التي تؤتمن على مثل هذا لجديرة بان تسود. يعني شلون اجت هاي الغنائم سالمة من مدائن كسرى المدينة؟ فعلا الامة، وفعلا الامة من كانت امينة بها المستوى، وين وصلت حدودها؟ مو تقاريب التاريخ ولا وين وصلت الامة؟ هسه بدأت تتقرض شوية شوية. ليش؟ لانه راحت الثقة، راحت الامانة. هسه لو مثل هاي الامانات مو من بلاد كسرى الى المدينة، لا وحقك من الفا وللبصرة ما توصل سالمة، تتفرد. المهم صبوا الغنائم، سراقة ابن مالك يقول انا قاعد، التفت شاف سواري كسرى، قال اذني الي قبل لا توزعون الغنائم، قدم الدليل وقدم الشاهد وقالهم النبي اعطاني اياها. قام عمر بن الخطاب لبسها بايده، سواري كسرى، شوف النبوءة وين تحققت. اذا الاعجاز ما كان محصور اعجاز النبي فقط بالقرآن، لكن القرآن بما انه المعجزة الخالدة الى يومنا هذا، الله تبارك وتعالى اعطاه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحدى به الانسانية، ولا زال التحدي مفتوح الى يومنا هذا. انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين. ان شنو اللي انزلناه؟ القرآن، لأن حميم والكتاب المبين، يقسم بالكتاب وواو القسم، إنا أنزلناه هذا الكتاب في ليلة مباركة. من هاي الليلة المباركة؟ ليلة القدر، مو بدليل السورة الأخرى إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني الليلة المباركة هي ليلة القدر. في أي الشهور؟ في شهر رمضان المبارك، لأن تجمع وياها آية أخرى، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن القرآن الكريم نزل في ليلة القدر، وليلة القدر الواقعة في شهر رمضان المبارك. السنة سؤال، ليلة القدر وينها؟ أين هي ليلة القدر؟ طبعا ليلة القدر الله تبارك وتعالى أخفاها، المعصومين ما أطوا عليها، حتى لو عندهم فكرة، مو الله تبارك وتعالى لم يطلع على غيبه أحد، لكن أكو استثناء لو ماكو إلا من ارتضى من رسول، أكو استثناءات أطلع عليهم الغيبيات، بس قال لهم هذه ما تنزل للناس، محجوبة يعني إلى حد معين من الأبرار. هسه ليش محجوبة؟ بحيث واحد يدخل على الإمام المعصوم يقول له سيدي أريد ليلة القدر، ليلة 21 لو ليلة 23، يقول له الإمام ما أيسر ما تطلب في ليلتين. شنو يعني ما أيسر ما تطلب؟ يعني اطلبها بهالليلتين، يعني اشتغل بليلة 21 واشتغل بليلة 23، عسى أنك تصادف البركة والفيوضات الإلهية. اكو مسألة تصير عندنا احيانا مع الاسف، يعني اكو بعض الناس السذج الجهلة تبدي يشتم ينتقص من يصير اختلاف بالاهلة، مو يصير عندنا اختلاف، يعني مثلا على مبنى فقهي لاحد الفقهاء ان الليلة يصير عيد واحد شوال، على مبنى فقيه اخر يكون مكمل عده، يصير لو ما يصير؟ مو جاي يصير عندنا؟ هذا احيانا بعض الجهلة يستثمروا للتشوشرة، هذا يا زمن هذا يا كون، بالله خلنا نسمع الرواية،
هاي بأيام الإمام الصادق سلام الله عليه، احنا 1443 والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه استشهد على يد المنصور العباسي سنة 148 للهجرة، يعني قبل 1300 سنة. قال له سيدي ليلة القدر 21 لو 23، قال له ما أيسر ما تطلب في ليلتين. قال له طيب أحيانا الهلال أدنى لم يثبت ويأتينا خبر من مكان آخر أن الرؤية قد ثبتت، مو مثل ما احنا نعيش الأجواء. تبي المسألة مو جديدة يا أخي، ليش الناس تستغرب وتبدي تشتم وتسب وتنتقص وشي؟ بأيام الإمام الصادق يقول له أحيانا الهلال عندنا مو ثابت، يجينا خبر من مكان آخر أنه قد ثبت الهلال. شي يقول له الإمام؟ يقول له دولا غلط، لو أنتوا غلط تدي شي يرد عليه؟ قال ما أيسر ما تطلب في 4 ليالي. يعني شنو؟ يعني معناها أنه أنا إذا الفقيه مالتي بناء على المبنى الفقهي الليلة 23، أو أنت جنابك الفقيه اللي عندك بناء على المبنى الفقهي ليلة 23 شو وقت؟ بكرة. أنت الليلة لا تروح تنام على اعتبار أن الفقيه مالك يرى أنها الليلة القادمة، الليلة هم مطلبها، شنو المشكلة؟ سوي الأعمال، سوي الأوراد، توجه إلى الله. إذا شو يجوز بهاللحظة تصير استجابة أكثر من ذيك اللحظة. ليش إحنا ويا الله خانقية يا خانق إلا تقول لي منه 23 حتى أصلي لي ركعتين وباشرة صبح أصلي صلاة الصبح بالعشرة الصبح؟ ليش؟ إذن إخفاء ليلة القدر على حساب من؟ هسه شوف خذها بواقع حال من عندنا. أنت إذا مدرس، المدرس بالامتحان النهائي مو هو يعد الأسئلة؟ إذا أعد الأسئلة خو يندلها وين؟ ليش ما يقول للطلاب يا طلاب الأسئلة تجي من الفصل الثاني والفصل الخامس والسابع؟ ليش؟ لأنه راح يكرسون قراءتهم على من؟ على الفصول اللي بيها الأسئلة. بينما المدرس يريد من الطالب أن يطلع بنتيجة علمية، يطلع كون المادة كلها مختزنها، مو العبرة أنه يجاوب على هذا السؤال. أنا أريد للمستقبل يبني لمرتكزات. إذن على هذا الأساس الله من يخفي ليلة القدر شي يريد؟ يريد من العباد المزيد من التبتل، المزيد من العبادة، المزيد من التوجه، مو يحصرها بليلة واحدة والباقي الليالي ماكو شيء. ولذلك هو أكو أمور أخفاها لمصلحة الناس، أخفى ليلة القدر كي نهتم ببقية الليالي، أخفى اسمه الأعظم يعلم الناس بيه. ليش؟ ليش؟ حتى تبقى التعظيم لكل الأسماء. إذا تحدد الاسم الأعظم تهمل بقية الأسماء، لو ما تهمل تنهمل بقية الأسماء. فحتى تعظم كل الأسماء يبقى أنا أبحث عن اسمه الأعظم بين هذه الأسماء فأعظم كل هذه. شون أمير المؤمنين سلام الله عليه من يقول أيها الناس إن الله خبأ 3 في 3، ليش؟ للمصلحة. خبأ عباده أولياءه في عباده. الأولياء ما قال هذا ولي شايل ريشة على راسه، لا، يجوز مستضعف جوعان فقير لكنه أقرب إلى الله من كل الموجودين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خبأ أولياءه في عباده كي لا نحتقر أحدا من العباد، حتى نحترم كل الناس نتعامل وياها بأدب وبأخلاق. أخشى أن يكون هو ذلك الولي، فخل يكون ديار بالي. إذا الله حدد للأولياء دولة وهدول الأبدال الموجودين اللي بيهم تقوم الدنيا، بالتالي راح ينصرف الاهتمام علما لهذا الولي وأنا أترك الباقي. خبأ طاعته أو خبأ رضاه في طاعته. ليش؟ حتى نهتم بكل الطاعات، حتى لا نحتقر طاعة من الطاعات. يعني أنا الليلة مثلا أعمال، مثلا قراءة بعض سور القرآن مثل ما قلنا الدخان العنكبوت الروم، مثلا سورة القدر 1000 مرة، مثلا صلاة 100 ركعة، مثلا أمور أكو موزعة. فإذ ما يطل الأولوية والاهتمام لعمل واحد ينصرف الذهن علما
لهذا العمل. الله تبارك وتعالى أرادك أن تبحث، دور دور ابحث. واحدة من نسوان النبي من زوجاته تقول إذا دخلت العشر الأواخر لشهر رمضان المبارك طوى النبي فراشه، يطوي فراشه. هسه أنا عندي فرد التماس، مو نطوي فراش، هذني ليالي عشر رمضان، الليالي العشرة الأخيرة من شهر رمضان خلي نطفي التليفون بالليل، نخلص من الفيسبوك، نخلص من تويتر، نخلص من التواصل الاجتماعي، سد التليفون. واللي تحبه بدل ما تذكره بالتواصل الاجتماعي ذكره بدعوة بظهر الغيب، مو اللي تريده ذكره بدعوة بظهر الغيب. والله ترى الدعوة من المؤمن إلى أخيه المؤمن بظهر الغيب مستجابة، لأن ما بيها مصلحة. إيش قد لطيف من واحد يفرغ نفسه، يذب تليفوناته، يذب همومه، يذب مشاكله ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى. وأنا أكد لك عندنا رب رحيم، من دنا مني شبرا دنوت إليه ميل. والله يشوفنا كلنا ويشوف همومنا ومطلع عليها وقادر على الفرج، لكن إحنا توجه ما عدنا إليه، ما عندنا ذاك التوجه التام. فالشاهد ليلة القدر الله تبارك وتعالى أخفاها كي نبحث في أكثر من موطن، يريدنا نتوجه، لا ينصرف الدين إلى ليلة واحدة ولا ينصرف الدين إلى اسم واحد. وكما قال الإمام أن الله خبأ أولياءه في عباده كي لا نحتقر أحدا من العباد، الله خبأ رضاه في طاعته كي لا نحتقر شيء من الطاعة ونقول هاي مو مهمة، لا ممكن هاي المهمة، ممكن رضا الله يكمن في هذه، ممكن بهاي وأبقى أنا أبحث. وخبأ سخطه في معصيته كي لا نحتقر من المعصية شيء. مواكو مرات واحد يسوي المعصية معود هاي مو مهمة، الله ما يزعل من عدها، لا يجوز بيها سخط الله يصير، يجوز بيها يصير السخط، نستجير بالله من غضب الله. فليلة القدر وزعت على هذا الحال، وبها أعمال، بها أوراد، بهذه الليالي المباركة. هسه واحد سأل الإمام طبعا قال له سيدي إذا هالشكل ما أيسر ما تطلب في ليلتين، جا شنو رأيك برواية، يعني أكو رواية عندنا تقول يعني هالشكل، الرواية مفادها أهل البيت ما يتبنوها، ما يتبنوها مو يتعنون بصحتها، بس حتى لا ينصرف الذهن. هذا واحد رجل دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا رسول الله أنا رجال بالبادية صاحب أغنام ومعدي مشاغل كثيرة، وأني أريد لي ليلة وحدة، أريد ليلة القدر أبحث عنها، أريد تدليني على ليلة وحدة أوصل رعاته وأرتب وضعي أدخل المدينة، أبات هاي الليلة بمسجدك بالعبادة والتبتل وأطلع. قال له ادخل ليلة 23. يقول هذا الرجل قام كل ليلة 23 شي يسوي، يجيب أغنامه قريب المدينة، يوصل رعاة، يثبت وضعه ويدخل قبيل الغروب إلى المدينة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله، ويبدل بأعمال. طبعا انتو تدرون أعمالها غسل وغيره، بس موجودة التفاصيل، وجزاه الله ألف خير وألف رحمة ونور، والله يرحمه ويرحم كل علماءنا الماضين، شيخ عباس القمي. الرجل ما قصر يعني، قدم لنا فرد زاد سهل، ما خلانا، وفر علينا العناء من البحث. الآن كل بيت من بيوتكم بمفاتيح الجنان، تطلع أعمال ليلة الثالث، أكو أعمال مشتركة ما بين 19 و21 و23، وأكو أعمال خاصة لل23 وكلها مبوبة حسب التفاصيل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهذا الرجل، قال له ادخل ليلة 23. فكأنما صارت الناس وين تتوجه، ليش النبي قال له 23؟ يعني ليلة القدر هي 23. هذا من سأل الإمام الصادق، قال له إنما ذلك يقال، سيقال ما نفى، لكن ما راد يأكد حتى لا ينصرف الذهن للثلاثة وعشرين وليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، كلها ليالي مباركة. وانت تدري إخواني خلوا في بالكم هذه بالله بين قوسين، خلوها دوم منا ليلة العيد، الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر، نسأل الله أن يكفيكم شر الشقاء، الشقي من حرم غفران الله. ليش؟
لانهم ماكو واحد ما يحصل مغفرة. انفاسك تسبيح، نومك عبادة، عملك مقبول، دعائك مستجاب، فتفيوضات مو طبيعية. جاءت كل هذا ومعرض عن الله وظلت تلعب دومنا لو طاولي للصبح بالمقاهي، خوش شقي، مو اكو شقاء اكثر من هذا؟ الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر. فأراد الله تبارك وتعالى أن يتوجه الإنسان إلى الله بماذا؟ بالدعاء وبتلاوة القرآن. الدعاء هسه ندري، الله يقول ادعوني أستجب لكم، في كل مكان هو موجود، في كل زمان هو موجود، لكن الله خلانا أزمنة وخلانا أمكنة مخصصة بيها شوية أفضلية، ومن الأزمنة هي هذه الليلة اللي هي ليلة القدر، أزمنة للدعاء. الدعاء استخو الدعاء الإنسان عندما يتوجه ويدعو يفترض أن تكون عنده عقيدة راسخة أن لا ضار ولا نافع إلا الله، هاي وحدة، لأنه مو يكون دعاء لقلقة لسان، يكون دعاء بإقبال. حاول واحد شوية يدمع، يحاول إذا ما كلش عدة قسوة من القلب وما عدة دمعة فليتباكى، يعني ضروري يشعر بخشوع، مو لقلقة لسان مجرد سوالف من يقرأ الدعاء. لأن أنا أؤمن تماما عندما أتوجه إليه بأن لا ضار ولا نافع إلا هو، حتى إذا إجت المنفعة من إنسان، هي مو من الإنسان، مو الإنسان، الإنسان سبب، هناك مسبب هو اللي هي هذا السبب ويجي قدم لي الخدمة، خمو بنظام الإعجاز. يعني الله سبحانه وتعالى هسه من تطلب له منك العافية، أنت أفرض نسأل الله بحق هذه الليلة أن يشفي كل مريض، أي والله إلهي بحق هذه الليلة وبحق إمامنا الغائب أن تلبس ثوب العافية لكل مريض من أمة محمد. يعني الإنسان من يتمرض هسه يريد يدعو الله بالشفاء، خو ما قلنا بالإعجاز يصبح صاحي كل شيء ماكو، هذا الإعجاز موجود لكن إلى وقته وإلى محدوديته. لكن ممكن طريقة الشفاء أن الله يهيئ لك واحد يدليك على سبب الشفاء، هذا سبب، لكن المسبب منه الله كان غايب عن ذهنك. ممكن أنت تريد تطلب رزق، الله سبحانه وتعالى يهيئ رزقك على إيد شغلة معينة، يفتح لك باب معين، هو هذا الرزق من الله. فأنا أعلم تماما بالدعاء أن لا ضار ولا نافع إلا الله تبارك وتعالى، هذه نقطة. الثانية أن يكون أتوطن من الاستجابة، أن أنا من جاي أدعو أدعو رب رحيم، رب عطوف يستجيب لي، لا يكون عندي يأس، لا يكون عندي قنوط. إخواني مو أكو بعضهم ناس يدعي الله ما يستجيب لي، أنا الله ما يباوع لي، الله يباوع بس لفلان، لأن ذاك مو خوش آدم ويطيه، أنا خوش آدم وملتزم وما يطيني، ويظل ينظر ويربرب وما أدري شو يسوي وشي، وهذه هواية تقلل من قيمته أمام الله. خلي يصير عنده ثقة بأن الله تبارك وتعالى يسمعه، والله يطيه وقادر أن يحل مشكلته، تصير الثقة كلها يمه. وفق هذا المفهوم راح ينصرف نظره عن الآخرين من يتوجه بالدعاء إلى الله. بعد ما ينتظر من الناس، يمن ينتظر؟ يقول لي انت تدليني، انت تشوف لي، انت لتعبني بعناء اللي ما الي بيه مصلحة، انت مشيني بالطريق اللي الي بيه مصلحة. يمشيني لو ما يمشيني، لو يصيرون قدامي 10 أطباء هو يدليني للطبيب اللي شفائي يعني، لو يصير قدامي 10 مشاريع هو يدليني على المشروع اللي حصل اللي بيه خبز لعيالي، هو يدليني. فينصرف الذهن عن غيره. هذا واحد في اليوم كثير الوشاية بالإمام الهادي سلام الله عليه، يكتب للدولة العباسية، فبعدين الحكومة قررت أن تلقي الإمام الهادي من المدينة إلى سامراء، بس يدرون وصل خبر للإمام أن هذا الوشاية من هذا، هذا اللي يكتب على الإمام تقارير، لكن الإمام من طلع من المدينة طلع معزز مكرم، طلع بخدم وحجم، ما طلع يعني كتف وشي. فهذا الرجل شافه قال لك هذا أخذه معزز مكرم، إذا راح للمتوكل العباسي ويدري بي أنا الواشي راح يذكرني، لو ما يذكرني بسوء عند الخليفة يسوي لي مشكلة. اتلقى بالمدينة يقول أخذ زمام الناقب، قال له شوف أنا أدري
انك انت تدري انا ايش قد واشي عليك وايش قد كاتب تقارير، فانت راح تروح للعباسي للمتوكل للحاكم، لكن اذا ذكرتني عنده بسوء تدري ايش اسوي؟ ما خلي لك نخلة بالمدينة ما اجمرها، ما خلي لك عين ماي بالمدينة ما اسدها، يعني ايش لك مصلحة اغلقها؟ دير بالك تذكرني عند الخليفة او احد خاصته بسوء. يقول لمن؟ للامام. التفت له الامام شنو قال له؟ قال له ان اخر عرضي اياك على الله البارحة، البارحة انا عارض ملفك على الله، وما كنت لأشكونك إلى أحد من خلقه وقد شكوتك إليه. كل عقلك، أنا شكوتك إلى الله أروح أشكوك للمتوكل؟ كأن الرب المتوكل البارحة حاطك قدام الملف، شوف النتيجة. اهتز الرجل من الأعماق، نزل على رجليه الإمام يقبلين، قال زيد اعذرني نستجير بالله من غضب الله. إذا أنا عندما ينصرف الذهن عن غيره او اتوجه الى حصل اجابة لو ما حصل، قالوا له يا رسول الله احنا ناس فقراء ما نعرف، مأمورين بالدعاء، هل ان الله قريب فنناجيه؟ يعني نشاور مشاور المناجات، يعني خلينا نقول مشاور، ام بعيد فنناديه نصيح يا الله؟ اوحى الله تبارك وتعالى واذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ربك الله مو أصدق القائلين؟ مو الله إذا وعد ممكن يكذب؟ ممكن يخلف؟ أصدق القائلين هو الله، والله يقول إذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي، فالليلة جاي يقول ادعوني أستجب. هو يريد، هو يريد منكم أن يريد يشوف عبادة تدعو، فالدعاء يتبلور بهالشكل. هسه دعاء وبعد وتلاوة قرآن، ليش؟ الدعاء انت تخاطب رب العالمين، اذا تريد الله يخاطبك شو تسوي؟ تقرأ القرآن، تقرأ القرآن. هسه اذا ما تقرأ القرآن، قراءة القرآن يقولون، يعني يقولون ثلاث اصناف، مرة تلاوة اقرأها، ومرة قراءة بتدبر، ومرة قراءة بتدبر وعمل. شلون؟ هسه تشوف اكو نمط من الناس يقرون القرآن بس قراءة مضبوطة مية مية، يعني بحيث المد والادغام والتنوين، احكام التلاوة يسموها، سامعيها احكام التلاوة عنده مضبوطة مية بالمية، لكن من يقرأ هذه التلاوة من عكس على سلوكه، متدبر بمعنى الآية، لا يتغنى بها تغني حتى يصير أحسن القراء، ما أخذها مهنة، حالة المهنة الأخرى، أنا أبيع أشياء الفلاني، هذا بقال، هذا عطار، هذا بزاز، هذا شي يسموه، يقرأ قرآن، يصير فاتحة، تصير مناسبة يجيبوه، خوش يقرأ وحافظ التلاوة ومضبوطة أحكام التلاوة، بس مفتهم شي من القرآن؟ ما مفتي، يعني الحجاج حافظ القرآن بأحكام التلاوة، شو تقول؟ حافظه بأحكام التلاوة المضبوطة، هذا شيء يمثله، وش يقولون عنه؟ يقولون عنه الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل، يعني شنو؟ أجلكم الله المطي، من تخلي عليه فلسفة علم كيمياء طب، شو تريد تحمل بالمطي؟ هو مطي ما يغير شيء، او نفس الحال الحمار يبقى حمار، فاذا تحمل فلسفة وعلم واذا تخلي ظهره خالي. مثله كمثل الحمار يحمل اسفارا، اهوايا اكو هيجي نمونة، قلت لك الحجاج حافظ القرآن يقعد قباله سعيد ابن جبير من علماء القرآن، شو يقول له؟ يقول له اليوم انا الحقك الى جهنم، والله يجاوب جواب غاية بالروعة، يا ريت نتعلم ونتعامل مع الطواغيت هالشكل. قال له انا اليوم
أحولك إلى جهنم. تدري شو يقول له؟ والله قال له كلام منطقي ما بيش تايم ولا سباب. قال لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها. لو أدري بيدك الجنة والنار أقول لك قلت رب شو أريد منك؟ أنا أعبد الله خايف من النار أطمع بالجنة. فإذا ذني بيدك لاتخذتك إلها. فيكون هذا هالشكل يعني حافظ القرآن الحجاج تلاوة يقرأ. هسه مرة تلاوة ومن يقرأ الآية يفهمها لكن ما تنعكس على سلوكه، هذه مشكلة. هسه احنا بيها الدعاء بآخر الدعاء الختمة، اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. يعني شنو الحجة علينا؟ مثل ما قلنا بأول الحديث آية الخمر من ما مقرية علي ما صارت حجة، مو لكن لو قارين آية الخمر صارت حجة، لو ما صارت من يشرب الخمر يعاقب. فيقول اللهم اجعله حجة علينا لنا ولا تجعله حجة علينا، لأن يوم القيامة الله يحاججني يقول لي هاي الآية قريتها ولا تجسسوا، أقول له بلي، يقول لي ايش عندك فاتح ذانك للناس، ايش قد اشتغل وايش قد جاب وايش قد اكل وايش قد عنده اولاد وايش قد بيت وكذا كذا كذا، ايش لك شغل؟ الله يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا واجتنبوا كثيرا من الظن. وانت كل ما تشوف لك قدامك هذا يمكن رايح لفلان، ذيك يمكن رايح الرفيجه، هذا يمكن مو هذا يمكن يمكن يمكن، الله ناهيني عنه لو مو ناهيني يوم القيامه الايه تصير حجه علي. هذه تلاوه وتدبر بس ما ينعكس على السلوك. بينما اللي يوصفهم القرآن الكريم يتلون القرآن يتلون الكتاب حق تلاوته، حق تلاوته شنو؟ يتلو القرآن بأحكامه، أحكام التلاوة، يتدبر معاني الآيات القرآنية وتنعكس على سلوكه، بحيث الإمام الحسن سلام الله عليه من تيجي بآية يا أيها الذين آمنوا يقول ثلاث مرات يكرر لبيك اللهم لبيك، شنو أوامرها؟ أنا أنفذ الآية. ولذلك أنت من أفضل أعمال هذه الليلة شنو عندك؟ من أفضل أعمال هذه الليلة زيارة الحسين سلام الله عليه، مو؟ هسه احنا اللي ما توفقنا إلى كربلاء أكيد الليلة ضمن برنامجنا نتوجه إلى كربلاء ونطلع زيارة ليلة القدر، زيارة الحسين سلام الله عليه بليلة القدر، ونتوجه ونصلي الركعتين وإن شاء الله تقبل، إن شاء الله توصل. يعني أنت مو عبالك لي أنك بعيد عن كربلاء ما توصل، لا لا، يجوز بكربلاء واحد، ونسأل الله أن يتقبل من كل الزوار الموجودين، يجوز واحد بكربلاء وزيارته ترد، ويجوز واحد بسطح داره والله يقبل. إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. لكن خلي تعال المفردات الزيارة. أس زيارة ليلة القدر، السلام عليك يا ابن رسول الله، راح تشوفها بالمفاتيح، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أبا عبد الله، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته، هذا محل الشاهد، وجاهدت في الله حق جهاده إلى آخرها، وتلوت الكتاب حق تلاوته، هذا مفهوم اللي يخليه بين قوسين يأطر المعصوم بزيارة الحسين سلام الله عليه، يعني أن الحسين تلا الكتاب حق تلاوته، أحكام التلاوة، تدبر الآيات، وتطبيق القرآن الكريم بحذافيره على سلوكه، على عاداته، على تقاليده، على ما يطلع عن القرآن، هذا القرآن الصامت اللي هو ما بين الدفتين، والحسين هو القرآن الناطق. أدل الكتاب، أدل القرآن، مو إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، وتلوت الكتاب حق تلاوته، بحيث تشوف ليلة عاشوراء عصر تاسوعاء، كان أكو بعض الروايات تقول الخميس عصر تاسوعاء وتحرك العسكر،
تكاملت الحشود وتحرك العسكر بأوامر جديدة. الإمام الحسين سلام الله عليه قال للعباس اطلع شوفهم شنو الموضوع. فطلع استقبل الجيش ويا حبيب ابن مظاهر زهير ابن القين بعض شخصيات الأصحاب علي الأكبر، قالوا له أوامر أنه إحنا إما النزول على الملك اليوم لو البيعة أو القتال. من رجع العباس سلام الله عليه للقائد، القائد الرباني، قال له هكذا يقولون، قال سلهم أن يمهلونا هذه الليلة. شو تريد تتزود من الدنيا من الهواء من شنو يعني؟ لا، سلهم أن يمهلونا هذه الليلة، إني أريد أن أتزود من الصلاة وقراءة القرآن. هذين الاثنين الله يعلم أني كم أحبهما. الإمام السجاد سلام الله عليه، أنا متعجب ليلة القدر أقدر أصلي 100 ركعة أصليهن من جلوس يصير. يقول الإمام ما أقدر، قال له صليهن وانت مستلقي، بس سويهن، شبيك تحرك. اسمع، ليلة بالسنة وأنا ضال أقدر لو ما أقدر، أرتب لو ما أرتب. الإمام السجاد يقول عجبت أني ولدت لأبي الحسين وقد كان يصلي في اليوم من الليلة 1000 ركعة. شلون كان يفرغ للنساء؟ سيدي، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. معركة مقبل على معركة مصيرية وعيال جياع عطاشة، ويقول له أنا أريد أن أتزود من الصلاة وقراءة القرآن. وفعلا لما حصلت الموافقة وتراجع العسكر بات معسكر الحسين سلام الله عليه ولهم دوي كدوي النحل. شوف نص المؤرخ، كدوي النحل بين قارئ للقرآن ومصلي. نافع يقول الحسين كان مرة يصلي مرة يقرأ مرة يطلع، يستطلع الأكمة يستطلع المحيط يحاول ساحة حرب باكر الصبح. يقول بالليل طالع، عن طلعت وراه التفت قال من الرجل؟ قلت له نافع. لزمني من يدي قال نافع شنو طلعك بالليل؟ قلت له سيدي أزعجني خروجك، لأنه خفت أن يكون يعني كمين أعداء شيء وأنت طالع، أنت القائد يعني يكون خلي بالنا منك. قال نافع أنا خرجت لأستطلع هذه الأكمة لئلا تكون مكمل للأعداء يوم نحمل ويحملون. نافع، ألا تسلك ما بين هذين الجبلين وتنجو بنفسك؟ مو حصل إذن والإمام قال له روح. وقع على رجلي الإمام يقبلهما وهو يقول سيدي إن فرسي 1000 وسيفي 1000، لا أتركك حتى يكلا عن جري وفري. جزاه الحسين خير ورد رجع، وصل إلى باب الحوراء زينب، الباب خيمة زينب، يقول سحب إيده من عندي ودخل. من دخل استقبلته الحوراء زينب، يقول أنا واقف بالباب حرس. أسمع زينب تقول له أبا عبد الله إن أصحاب الشدة قليلون. فعلا مو عند الشدائد تعرف الأخوان. إن أصحاب الشدة قليلون وأنا أخشى أن يخذلوك أصحابك عند الوثبة واصطكاك الأسنة. شفتهم خاف ذولا ينكتون يعني. قالها زينب أنا خبرتهم وبلوتهم فوجدتهم يستأنسون بالمنية دون استئناس الطفل بمحالب أمه. الله، معصوم شلون يقدرهم تقدير. يقول أنا بهالأثناء شفت زينب قلقة ما مطمئنة من عندنا، وين أروح؟ أروح للقائد، قائد الأنصار حبيب ابن مظاهر الأسدي رضوان الله عليه. يقول دخلت على حبيب وجدته يتلو القرآن. هذول تلاوة القرآن، هذول حفاظ القرآن، هذول اللي يسميه تقدر تسميه حليف القرآن. رحمك الله يا حبيب، لقد كنت فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة. وأنا متحير بشهر رمضان يكمل لو ما يكمل، وبعضنا يجي وجزء أكو بعضنا ما كمل لجزء. يقول طبيت لقيت حبيب ابن مظاهر يتلى القرآن، نظر إلي نافع ما أخرجك دنيا ليل. قلت له هذا الموضوع وأنا أريد أن تأخذ الأنصار ونروح نطمن زينب سلام الله عليها. يقول حبيب صدق، وضع القرآن في محرابه وطلع وقف على مرتفع من الأرض، نادى بأعلى صوته يا ليوث الصفا ويا فرسان الهيجاء. خرج الأنصار والهاشميون يتقدمهم أبو الفضل العباس رامي العمامة من رأسه
وهو يقول لبيك لبيك يا حبيب لمثل هذا اليوم ادخرني والدي. قلت له سيدي لا سهرت عيونكم، ارجعوا يا بني هاشم، انا قصدت بنداء الانصار، جمعت اصحابي، التفت اليهم حبيب الي الى ان وصل الى باب خيمة الحوراء زينب. جلس بين يدي الباب جلسة العبد الذليل وهو رافعا صوت السلام عليكم يا أهلنا، السلام عليكم يا فخرنا، السلام عليكم أهل بيت النبوة وبعدنا الرسالة، هذه سيوف غلمانكم أبوا ألا يغمدوها إلا في صدور أعدائكم. يظهر الحسين قال زينب انت هاي طلعت الانصار بهذا الليل، كل هذا بسببك، انت طمنيهم. فاتزرت بازار امي الزهراء وهي تخاطبهم بلسان الحال، يا اهل الشيم يا اهل الشيم هذا محلكم، يا اهل الشيم هذا محلكم، وللمازمة تذخر هممكم، ما هي مناسبة ما هي مناسبة يكرام منكم، تخلون بالشدة حرمكم. صوت الليل مسموع، يظهر أبو الفضل العباس بخيمته، سمع صوت الحوراء زينب، وإذا بأبو الفضل العباس قابضا على سيفه حاسر الرأس حاف القدمين إلى أن وصل إليها. قال زينب ما الخبر تخافين وأنا موجود؟ تقول أنا خايفة أنا خايفة، لا تقول ما أدري، أنا خايفة أنا خايفة، لا تقول ما أدري، يا عباس يا صيوان خدري، أخويا أنا خايفة ينهتك ستري. أحمى الضائعات يا الله. اللهم نسألك بجلال وجهك الكريم، ونتوسل إليك بأحب الخلق إليك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله 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 يا الله، يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف كرب المكروبين، يا غياث المستغيثين. اللهم نقسم عليك باسمك العظيم الذي قامت به السماوات والأرض، وبجلال وجهك الكريم، وبحبيبك محمد وآله الأطهار، فرج عنا يا الله، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أعد علينا هذا الشهر الفضيل ونحن بعافية منك وأمان. اللهم شافي كل مريض، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم يسر على شبابنا الدراسة، وأجري ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم، اللهم سهل على العزاب زواجهم، اللهم ارزق المتزوجين منهم ذرية طيبة موالية، اللهم انصر علي بن أبي طالب في شيعته في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم من أرادهم بسوء فأريد، ومن كادهم فكيد، اللهم اجعل بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات، اللهم احفظ جيشنا وحشدنا، اللهم افرغ عليهم صبرا، ثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين، ارحم الشهداء، اللهم اشف الجرحى، احفظ وايد وسدد علماءنا الربانيين المؤسسون لهذا المأتم، تقبل اللهم عملهم باحسن القبول. خلنا نذكر امامنا بدعاء الفرج، ارجوكم ارفعوا الاصوات، ارفعوا أيديكم إلى الله، عسى الله أن يعجل فرجه، ليملأ الأرض قسطا وعدلا، يخلصنا من الباطل. اللهم كن
صلواتك عليه في هذه وليا وحافظا حتى تسكنه أرضك طوعا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأمات السامعين والحاضرين والمؤسسين ولا سيما إلى روح مؤسس هذا المأتم الحاج علي عبد الواحد رحم الله من يهدي ثواب الفاتحة مسبوقا بثواب الصلاة على محمد وآل محمد.